لعب الكرة سريعة فوق طاهر، طاهر لعيب رشيق يتحرك للأمام، يلعب الكرة سريعة لحسام حسن القادم من سموحة، تروح لكهرباء عايز يسدد، رجع في كلامه، حط الكرة على شماله سريعة لطاهر، طاهر يعمل العرضية، إنما على طول معاها بيطلع الكرة قلب الدفاع سامح إبراهيم. ياما في فترة الستينيات الملعب ده كان بيشوف صولات وجولات نجوم النادي الاهلي العظام في الفترات القديمه. وادي على طول طاير مره تانية، خلاص والتصويبه، بيحط رجله معاها ربي ربيع، انما تعلى حطتها، خدها من تحت لفوق ما لمسهاش، تخرج بره الملعب. ادي هي هتتعاد مره تانية، وادي لمها طاهر بشكل كويس جدا وقطع وعمل الكره المره تانية لنفسه وبيلعبها، هو قاصد يشوط انما حاطط معاها رجله رامي ربيع لولي. وادي على طول تترد الوحيد، وحيد يلعب لحسام حسن، حطها له حلو قوي، وحيد يعدي، عدى وفات، برافو 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 وحيد، حلوه، الله الله الله، ملعوبه حلوه قوي وداخل بدماغه وليد سليمان، انما فوق العارضه. شفنا بقى الكره اللي اتلعبت بسرعه، بص شوف حسام لوحيد، دخل على طول زقها لنفسه وعدى وفات، وبيعمل العرضيه يقابلها بالراس كابتن وليد سليمان فوق العارضه. ادي اول تحرك حقيقي للنادي الاهلي، لما يخلصها رامي ربيعه بخبره ويستلمها مره تانيه ويحطها ناحيه الشمال في اتجاه كهربا، طلع له ابو النجا سند، انما راحت بعيد، كهربا عايز يلفها ويلفها انما ما راحتش معاه زي ما هو عايز، وتخرج بره الملعب وتبقى ركله بره ما لبتروجيت. 35 دقيقه، بص شوف كهربا طلع لابو النجا، السنده بعدت، لو ما كانتش بعدت كانت تفرق كتير قوي، انما هيقف عليها وهيحاول يلفها في المرمى انما تروح بعيد. وركله حره مباشره للنادي الاهلي، لعبها وليد سليمان سريعه لياسر، ياسر يسندها، سندها سندها لحسام حسن، انما على طول خارج الملعب. حتى الان ثلاث ركنيات شايفين اهو التاو، وادي اعاده للكوره اللي فاتت. احمد عبد القادر يسلم الكوره لمحمد اشرف، يردها له مره ثانيه، احمد عبد القادر يتحرك للامام، احمد عبد القادر يلعب الكوره سريعه في اتجاه احمد اشرف، ترد مره ثانيه، والتسديده حلوه 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 حلوه، التسديده ملعوبه انما فوق العرض، اكيد هنشوفها مره ثانيه، يمكن أول لمحة هجومية للنادي الأهلي في الشوط الثاني. وآدي التسديدة على طول، عمل خمس تصويبات منهم واحدة على الهدف، الركنيات أربعة للأهلي مقابل اثنين لبتروجيت، التسلل واحدة هنا وواحدة هنا، وآدي التسديدة من زياد طارق بيسدد، إنما الكرة فوق العرض الملعب. ادي رمي التماس، بص اللمه اللي عملها محمد محمود، ركله جزاء واضحه تمام 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 يا محمد يا محمود، لسه بتقول بقول لك عليك دور، يعني كاني حاسس انك ممكن تعمل حاجه النهارده. وادي اهو محمد محمود واضحه تمام العرقله، كابتن عاطف حسين بيدي تعليماته الاداريه، وادي الصفاره واحمد عبد القادر، يا هو هو عايز يحطها فوق الحارس، انما تم يمسكها ابو النجا، يمسكها ابو النجا.